Learn to be. من
تعصي مالك الرقب أشتوها يا عربي قالوا الطفل عصات جينا نرجموها في الحياة هاو ملك شهودها بالتبات العلماء والوالدين الله يهديك ويا سلام صلوا على شيخ حسين أجود اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين وحدين قالت يماها أشتا أش عملتي يا رشدة نرسل لباك تيجي غدا يقبض عمرك ما كان وين قالت يا ياما واش جاك ياك ما نقعد إلا حداك وين تمشي نمشي معاك وتستهويني بكلام الشين قالت محمد سير له سير لباباك وقول له يقتل الطفل خير له فتحت ما بين المؤمنين عملي هاد الأمر يا قلت ما في شحدين قال باباها لأمها أشي بر في سمها نقتلها ونشرب أمها هذا شرط المعاصرين قال تقتلني بلا سبب كيف تعمل النهر الفساد يوم يجيك مالك الرقاب ربي وعباد وشهدين قالت يا بوك يا ربي حن عليا وكل شريط صار قلب واش بيك شي اللي تبغيه نقضوه ليك والحاجة اللي تصعب عليك نجريو عليها كاملين تقليهم اه يا حباب تفيدوني بحديث الصواب من تعصي مالك الرقاب اشدوها يا عرفين ادوى والطلبة كلهم قالوا تترجم كلهم برحوا في مصر جوهم اللي فرح باللي حزن خرجوا طفلة بالعزم حطوها في باب الرجم تبكي والخاطر ينزل وتقول يا جاه المرسلين يا من جيتي حق الرسول أخبر السنة والعدول سمعوا وحدة الصبي يقول علاش هنا متنايمين قالوا له الطفلة عصت جينا نرجموها في الحياة هاوليك شهودها بالتبات العلماء والوالدين الله يهديك ويا سلام صلوا على شيخ الحسين أجود اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين الله يهديك ويا سلام صلوا على شيخ الحسين أجود اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين كبيركم نمشي ولعندو نجيكم نسألو كيما سنتكم كنا عليا متفقين صيفت ليهم غادي البلاد قالت انجمعو يا سياد هذا أمور لي نزاد نمشي ولعندو كاملين جاو السادات وتلايمو مع جبرائيل تكلمو قالهم خوفي تندمو وتعودو من الندمين اللي في كرشها واش دار ما كان عصي ما خنجر
الاخر درتو فيها راي الصور وانتم كبار وفاهمين لو كان صبرتو يا ناس توفي قاعدة الذهب للقياس يوم الحق شهر النفاس وتشوفوا حق الصابرين قالوا له يا دي الشباب بعتك ربي لينا السباب مدى سلكت من الرقاب بعد ما كانوا حاصلين الله يهديك ويا سلام صلوا على جد حسين وجوان اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين الله يهديك ويا سلام صلوا على جد حسين وجوان اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين ليك العالمين صح صحة صح الشباب من فم البنت بلا عتاب سلكها مالك الرقاب اربطهم الحاسدين الله يهديك ويا سلام صلوا على جد حسين وجوان اللي حاضرين صلوا على النبي كاملين الله يهديك ويا سلام صلوا على جد حسين وجوان اللي حاضرين Hoje em dia.